كان معظم ساكني هذه البيوت الهشة لاجئين هربوا إلى إثيوبيا من ويلات حرب شنها الجيش الصومالي على مدينة هرقيسا في ثمانينات القرن الماضي. وعندما انتهت الحرب بانهيار حكومة الرئيس الأسبق محمد زياد بري عادوا إلى ديارهم ولم يجدوا لها أثرا. حياتهم بعد العودة إلى جمهورية ما يسمى أرض الصومال ليست بأحسن حالا من تلك التي عاشوها في الغربة واللجوء، لا أراض زراعية ولا ثروة حيوانية أو وظيفة، أما المساعدات الأجنبية فقليلة لا تكفي لسد رمقهم في حال وصولها إليهم. الحكومة لا تقدم لنا أي شيء، بل إنها تصادر المعونات التي ترسل إلينا من الخارج وتجمعها في المخازن لمصلحتها، ولدينا أدلة على ذلك. وبالإضافة إلى اللاجئين العائدين إلى الوطن، فإن المجاعة باتت تهدد أيضا كثيرا من الرعاة الرحل في جمهورية ما يسمى أرض الصومال نظرا لشح الأمطار وانعدامها. يمهد الفقر المدقع والجفاف الطويل لكارثة المجاعة التي تؤججها أيضا نيران الحرب والعداوة. وفي الصومال حيث تبدو كل تلك العوارض بجلاء، فإن مشكلة الأمن الغذائي تهدد حياة الملايين إن لم تتكاتف الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لدى حسن عبدي أسرة مكونة من 25 فردا، هم بالإضافة إليه زوجاته الثلاث و21 طفلا كلهم عاطلون عن العمل. هو واحد من 1000 رب أسرة حصلوا على معونة غذائية في هرقيسة من قبل مؤسسة عيد الخيرية القطرية. يقول عبدي إن تلك المعونة لا تكفي لسد رمق عائلته سوى 5 أيام. هذه أولا منطقة منسية، قد تخلى كثير من المنظمات، وهذه فرصة. نحن ندعو المنظمات الإسلامية والعربية أن يأتوا إلى هذه المناطق ويعني يوزعوا ما تحتاج إليه هذه الأسر في هذه المناطق. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا. يزداد عدد الفقراء وتتفاقم المجاعة يوما بعد آخر في كل أرجاء الصومال. يقولون إنه لولا تكاتف الإنسان الصومالي وتقاسمه لقمة العيش مع قريبه أو جاره لكان الوضع أسوأ مما هو عليه في ظل قلة الهيئات الإنسانية العاملة في الصومال. محمد رشاد، الجزيرة، هرقيسة.